أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في الأردن. جمعة مباركة نتمناها للجميع، ونستعرض وإياكم الحالة الجوية المتوقعة في عموم مناطق المملكة خلال ساعات نهار اليوم. نبدأ بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان، حيث يسود الطقس غائم جزئي 12 درجة مئوية، الملموس 11، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة، نبدأ بالمنطقة الشمالية، فرصة لزخات من الأمطار في عموم المنطقة الشمالية، إربد 14 إلى 16، لون 10 إلى 3، جرش 15 إلى 4، والمفرق 17 إلى 6 درجات مئوية. المنطقة الوسطى عمان طقس غائم جزئي 12 إلى 5، الزرقاء 15 إلى 6، البلقاء 12 إلى 7، مأدبة 12 إلى 3، والبحر الميت 18 إلى 11 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، الكرك 9 إلى 3، الطفيلة 11 إلى 5، الشوبك 9 إلى 4، العقبة 21 إلى 13، معان 13 إلى 3 درجات مئوية. بالنسبة للمنطقة الشرقية، طقس غائم جزئي، الأزرق 18 إلى 4، الصفاوي 17 إلى 4، ورويشت 16 إلى 5 درجات مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.